كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. شي 8 سنين انا دابا هنايا كنعطي واحد الرياض هنا دائما كنجيب على اللوح كنديرهم هنا للكليان باش كيدوزوا 8 تاع السنين انت كتعس في الرياض ديال السنين هنا فين ما جات الشتاء هنا خصك البوط الكليان اللي كيجي للرياض كنشري لهم البوط باش كيدوزوا دائما 8 ديال السنين فين ما جات الشتاء هنا الفياضات يعني فين يعني فين ما كان الشتاء كتوجد البوط باش يبدا باش يدوزوا الناس دائما انا دائما هنا والزبل انت مورين الزبل انت كتشوف ما كيحيدوش دائما هنا ديما ما 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 طرقتوش الباب تاع شي مسؤول ولا شي واحد في السلطه كتقول لهم بانه راه شنو كاين عيطوا لهم تيجوا تيديروا تيعياو تيزيدوا ما كيتنسى داكشي ما كيتسوقوش عيطنا كاع جات واحد الخطره كاع القايده وعيطت على المقدم وكذا وجا دار تاعي داكشي تنسى بحال ما كاين والو دا غير نسوا هو المشكل كاين هنا شحال من نهار هذا الوضع 20 يوم هو هكا دابا هذا غير الشهر هو هكا حنا النهار طاحت اخر شتيوا اللي بدات الشتيوا هو هكا قبل دابا وقت ما طاحت الشتاء الا وتيكون نفس الوضع ودابا ما كاين الشتاء واقع عليه هكا زعما ما كاين الشتاء واقع عليه هكا مع العلم انه لداخل كاين الرياضات تاع تيجيو لهم السياح الكليان وكاين الناس راه شحال من رياض واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الرياضات غير الربعه في هذه الدريبات اربعه ديال الرياضات في هذه الدريبات ومكرفصين السلام عليكم انا من السكنه تاع زنقة الشاويه هذه مده ديال 20 يوم تقريبا حنا تنعانوا من لا ما 20 يوم نعم مده ديال 20 يوم اكثر باش نعانوا من هذا المشكل هذا تاع الوضع الحار عيطنا عينا ما نهضروا مع يعني طرقتوا جميع الابواب طرقنا جميع الابواب تيجوا السرابات لهنايا تيديروا هكا تيمشوا جاو جوج مرات تيجوا غير هنا تيشوفوا تيمشوا ويعني كما قال لي واحد السيد من الساكنه هذا شي سنوات هو وقت ما طاحت الشتاء وقت ما كانت الشتاء تكون هذه المشكله وقت ما طاحت الشتاء تكون هذه المشكله ودابا الا طاحت الشتاء راه هذه حنا حنايا الدار تقريبا عامره تقريبا بدات تعمر الواد الحار يعني قاعد تسرب الواد الحار ديور 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 اللي وبالنسبه لهنا كاين دابا شحال من دار ديال النصارى كاين وكاين هنايا تقريبا شي ثلاثه ولا اربعه ديال الرياضات ديال النصارى والسياح ديما تيدوزو من هنايا تقريبا تيقول لك باش يشجعوا السياحه وباش يشجعوا ما عرفتش شنو حتى الوضع الحر باقي مازال ما قاد يعني بحال هكا واحد تنسوقوا واحد الصوره مسيئه تنسوقوا واحد الصوره سيئه بالنسبه للسياحه بعدا اصلا الا جا السائح شاف هذا الشيء راه مثلا باقي مازال كاع يعاود يرجع للبلاد وكنوجهوا نداء للسيدات العامل انه يحلينا هذا المشكل هذا راه عينا حنا اصلا تخلصوا كنخلصوا فاكتوره تاع الوضع الحر مع الفاكتوره ديال الماء شي واد الحار ما شفناوش شي خدمات ديال واد الحار ما شفناوش هذا الشيء اللي كاين نعم الاخ حتى انتم في هذا الدرب عندكم مشكل ديال التسرب ديال المياه تاع الواد الحار ياك اش من اسميت هذا الدرب هذا؟ هذه دابا حنا تنتواجدوا بزنقة مولاي اسماعيل مولاي اسماعيل في مدينة العتيقة للصويرة العتيقة للصويرة بالقرب من الرحالة والشبانات نعم شحال شحال هذه باش كاين هذا المشكل تاع التسرب ديال المياه تاع الواد الحار؟ المشكل عندنا لمدة لا يزيد على 6 ايام 6 ايام والواد الحار هكا كيتسرب نعم دابا هاد المده كامله جاو من موراها المكلفين المكلفين بالواد الاخر جاو جوج مرات داروا لونتروتيان ديالهم صافي وما يزيدوا قال لك بانه هاد مشكل كبير ما يمكنش نتصرفوا به ومشكل كبير لسنوات ووقت ما طاحت الشتا كيكون هاد وقت ما طاحت الشتا كيكون هاد عندك هاد النقطه السوداء هنا كاينه نقطه في درب غريسي كاينه نقطه في الشبانات كاينه نقطه في درب في الباخر هاد النقط كاملة يعني هادو يعني هادو هادو غير الاحياء المجاورة للحي ديالكم الاحياء المجاورة للحي ديالنا من غير احياء اخرى من غير خارج السور مثلا تنقولوا بالعراسي حتى هي في هذا الاشكال الكبير كاين جهة الحابس كاين فين ما مشيتي في الصور كاين هذا المشكل تاع الواد الاخر بالنسبة اليوم بحال هكا كانوا الاخوان تاع الحومة عندنا سيقنا الدرب كي تشوف سيقنا كامل عاودناه وبهكاك راه سويقناه عاودتاني عاودتاني نفس المشكل بدا عاودتاني يعني بحال ما كديروا والو بحال ما تنديروا والو وحتى الناس دابا الدري الصغار تيخرج دري من الدري صغير من الدرب تلقى هذا الاشكال تلقى هذا خاصه انه حنا في زمان الجائحه اللي كتطلب النظافه خاصه حنا في زمان اللي تطلب نعم خاصه في زمان نعم. جائحه كورونا اللي تطلب النظافه ولكن كتشوف انت في نص ما دابا هذا هو الاشكال اللي كاين حيت ما كاينش المسؤول اللي وقف مع ولد الشعب ما طرقتوش ابواب مثلا تاع السلطه ديال المجلس البلدي ما طلقت مجلس الجماعي عفوا داروا الاخوان داروا طلبات المجلس البلدي دار طلب المجلس البلدي مشينا حنا كاشخاص مشينا للمكتب الوطني ديال الماء على حسب حيت هما اللي مكلفين وتتشوف راه ما كاينش شي حاجه ايجابيه راه يعني السلطه انا ما مشيتوش للملحقه الاداريه ولا شي حاجه لا ما مشيناش لهم نعم حنا راه حنا اش بنمشيو عندهم راه هما عارفين كل شيء عارفين كل صغيره وكبيره في المدينه
حنا توخا كاع ما نمشيو عندهم ما عارفين هذا الاشكال كاين، عارفين بانه مدى مده طويله كاين هذه الاشكاليه ديال الوضع الحر في المدينه القديمه، وفي هذه النقاط حيت هما راه عندهم النقاط السوداء في المدينه القديمه كما كاين. يعني شحال من سنه لالا وانت ساكنه في هذا الدرب؟ 30 عام وحنا حنا هنايا. وهذا الوضع هذا ديما هو ديما حالته هي حال ما عمرهم شي حاجه ما كاينه كملوها دابا كاع مع الشتاء ومع نعم وما ما, ما طرقتوش الشباب ما مشيتوش عند السلطه ولا عند البلديه ولا نمشي انا كاع ما نمشي معاهم نشوف اش دايره لي انا على حسب ديما الواد الحار ديما بحال تحت وخاصة فاش كطيح الشتا يعني ياك. إلا تحت الشتا كنطلحو كنتهزو ولا ما كاين ما نقولك لا إله إلا الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.